أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار دروس مادة الفرنسية للمستوى الرابع، غنشوفوا الدرس Grammaire Unité 1 La Phrase من خلال كتاب Les Apprentissages en Français للمستوى الرابع، وغنخدمو صفحة 20. On va commencer. أول حاجة Je me rappelle. Un petit rappel يعني نذكرو القاعدة. Relis la règle. Al-Qaïda. La phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Idan بالنسبة la phrase, الجملة أشنو كتعني؟ La phrase هي مجموعة الكلمات اللي كتعطينا معنى أو عندها معنى. يعني كنجمع هذوك الكلمات يعني كيعطونا شي حاجة مفهومة، شي حاجة عندها معنى. باش كتبدا لا فراز ايل كومونس بار اون ماجيسكول حرف كبير اي سو تيرمين بار ان بوين وكتسالي بنقطه انا شنو كنقصدو بالنقطه جميع لي بوين يعني بوين بوين دانتيروغاسيون بوين ديكسلاماسيون اذا هادي القاعده دابا نمشيو للتمارين لي زيكزيرسيس جو مونترين كيسيون سولين سولمون لا فراز كوريكت لا كابيتال دو ماروك اي رابا بريزونت سا ماراكاش فيل ليلى غيدا ام بوكو سا فيل ناتال اذا هنا بالنسبه للسؤال نسطرو على الكلمه هنايا بالنسبه نسطرو على الجمله الصحيحه يعني اللي عندها معنى 10 ثواني للتفكير très bien on va voir la réponse شوفوا الاجابه souligne seulement la phrase correcte دوب الجمله الاولى La capitale du Maroc est Rabat. إذن هنايا la capitale عاصمة المغرب هي الرباط. أقرينا هاد الجملة عندها معنى مفهومة. إذن ديما حاولوا أن الجملة باش تكون فهمتي كتبدا بسوجي فاعل فعل ضروري يكون فعل يكون عندنا شي حاجة كومبليمون مكملة ومن كنقراوها كتعطينا واحد المعنى وأنها كتكون مفهومة والكلمات يعني ما كنجمعهم فواحد الترتيب كيعطوني معنى. نمشي لبي بريزونت سا مراكش فيل ليلى اوكي قرينا هذا بريزونت سا مراكش فيل يعني كلمات متفرقه واخا نقراهم يعني بهذه الطريقه ما نفهم والو اذا هذه ماشي اذا ماشي جمله اذا عندنا لا كابيتال دي ماروك اي رابا هذه سي شي فراز باسكو الى ان سونس عندها معنى الجمله بي ماشي فراز ما نسطرش عليها نمشيو سي غيدا ام بوكو سا فيل ناتال غيدا عندنا سوجي فاعل ام بوكو سافي ناتال يعني غيدا يحب كثيرا البلد ديالو يعني المدينه ديالو اللي تخلق فيها اذا هنا بالنسبه اقرينا هاد الجمله نفهمو اذا عندها معنى اذا سيت اون فراز نسطر عليها تري بيان اون باس على كيسيون سويفونت مي لي مو دون لوتر بور كونستروير دو فراز اوكي اذا عندنا هنايا كلمات مفرقين نحاول نجمعهم في واحد الترتيب اللي كيتسمى لوغدر باش نكون جمله اذا عندنا دو فراز الجمله الاولى والجمله الثانيه 10 ثواني للتفكير très bien نشوفوا الكلمات الاولى عندنا دي ماروك se trouve au sud مراكش إذن أول حاجة باش نكون واحد الجملة كنبدا دائما بواحد الفاعل سوجي من بعد خصني الفاعل اللي هو سو تخوف وخصني من نقرا الجملة يكون فيها معنى ومفهومة إذن شنو غنقولو دي ماروك ميمكنش أول حاجة نبدا بدي ماروك في الأول تخي بيان إذن نبداو مراكش سو تخوف أو سود دي ماروك يعني مراكش توجد في جنوب المغرب إذن كوننا جملة مفيدة مراكش سو تخوف أو سود دي ماروك بيان سيغ مانساوش ماجيسكيل في الأول وفي الأخر عندنا بوان نقطة نمشيو للكلمة التانية عندنا سلمى سون بيي بوكو إم بوكو معندهاش بها الجملة إذا هنايا خصني واحد سوجي فاعل عندنا سلمى من بعد خصنا واحد فعل اللي هو إم إم بوكو سون بيي إذا سلمى تحب كثيرا بلدها إذا غنكتبو جملة سلمى إم بوكو سون بيي إذن كونا جملة مفيدة إذن مراكش تروف أو سود دو ماروك سلمى أم بوكو سون بيي إذن بالنسبة للإستنتاج من هاد الدرس أن لافخا سي أن أونسومبل دي مو أوكي هاد لي مو كيكون عندهم معنى إذن يعني كيكون عندهم كنجمعو كيعطوني واحد سونس كي أن سونس يعني معنى أبخي
اوكي الوغ اي جمله اي فراز كيما كانت كتبدا بحرف كبير ماجيسكول وكتسالي بالنقطه بوين او بوين دانتيروغاسيون ان بوين ديكلاماسيون. هذا الدرس سهل حاولوا تستوعبوه. اذا نتمنى لكم فتكم. شكرا والى اللقاء.